تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من قصه كل جمعه اللي بتجيكم مني انا محمد عواد عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى عشان هيك بقول لكم تشتركوا فيها اعتقد فهمتوني تعودتوا علي لما يكون عندنا قمم كبيره في دور الابطال قبل وبعد قصص الجمعه وهالمره عندنا كلاسيكو ايضا بروح على قصه جمعه مخففه شوي لطيفه شوي ما فيش فيها تعقيدات كثير واليوم رحنا على قصه خفيفه جدا بدنا نحكي عن طائر بوم، دخل تاريخ كرة القدم وربما مش بس دخل تاريخ كرة القدم، ربما أخرج لاعب آخر من كرة القدم أيضاً. بنتكلم إحنا اليوم عن قصة بترجع لفبراير 2011 في الدوري الكولومبي. أثناء مشاهدتكم القصة، إذا عجبتكم تتركوا لايك، وإذا ما عجبتكم أيضاً تتركوا لايك لأنكم أصحابي. طائر البوم طائر مظلوم فعلاً. الناس معظم الثقافات العالمية والعربية بتعتبره رمز شؤم. رمز الموت الطائر الذي عمل مع المشعوذات في القصص والروايات لمستوى انه في شيء اسمه المركز الدولي لطائر البوم كتب مقال كامل على الموضوع قال يا عالم والله العظيم هذا الطير ما بده منكم شيء هو طير مثل اي طير في الدنيا لا عمره اشتغل مع ساحرات بالشعوذه ولا انه مرسال الموت ولا انه رمز شؤم طير زي هالطيور فعملوه زي الناس ومركز البوم الدولي بيحكي هدفه انه يخلي العالم مكان افضل لهذا الطائر يعيش بعد النظريات السلبية اللي تراكمت عليه ويبدو أنه في أحد اللاعبين كان متأثر جدا في هذه النظرية أنه هذا الطير ابعد عنه بيجيب لك النحس حرفيا في عام 2011 في فبراير في الدوري الكولومبي فريق أتلتيكو جونيور عم بيستضيف فريق اسمه ديبورتيفو بيريرا أتلتيكو جونيور عنده تعويذة غير رسمية اخترحها الجمهور وهي عبارة عن طائر بوم كان عايش في الملعب فشافوه عايش عندهم قال لك خلص هذا من يوم وطالع هو إيه تعويذتنا واعتبروه تعويذه حظ مع انه طائر بوم وفي مباراه اتلتيكو وديبورتيفو هذه وفي الدقيقه 74 تقريبا فجاه بيجي طائر يسقط على الارض النتيجه 2-1 لاصحاب الارض اتلتيكو جونيور الحكم بلش يحكي مع اللعيبه اه شو نعمل هذا شكله مريض شكله وقع شكله شو نسوي بعد نقاشات الحكام الحكم واللاعبين في إجا لاعب اصلا جاي من جمهوريه بنما اسمه لويس مورينو بيلعب في مركز قلب الدفاع فقال لك أنا بدي أضيع وقتي وفريقي خسران راح قرب على الطير لو أهلتها الناس اعتقدوا أنه بده يحمله ويعرف يطلعه لكن لا مش هذا اللي عمله ركله لمسافة ثلاث أمتار تقريبا والطير سقط على الأرض لاعيبة أتلتيكو توتروا لأنه هذا تعويذتهم كيف تضربه فاحتدت الأجواء الجماهير بلشت تصرخ وسافرات استهجان على اللاعب شو اللي عملته؟ وتم نقل الطائر بسرعة على إحدى عيادات البيطرية لعلاج الطيور ولكن تم إعلان وفاته في اليوم التالي بعد محاولات فاشلة لإنقاذه التقرير الطبي قال الطير لما وقع ما كان ميت كان مصاب ربما في شيء لكن الصدمات هي اللي قتلته صدمة ركلة اللاعب وصدمة سقوطه بعد ركلة اللاعب هي اللي قتلته هذا الشيء زاد الغضب جدا بعد المباراة طلع أول شيء قال لويس مورينو أنا ما كان بدي أضربه كنت بس بدي أعمله هيك عشان يطير فبالغلط لكن لما اجت الكاميرات وبينت انه الزلمه حاط حيله وقوته كلها بالتسديد بين انه هو اللي ضرب فطلع اعتذر وقال انا اسف الجو كان متوتر جدا وفريق خسران واحنا اصحاب المركز الاخير في الدوري وفعليا هذا الفريق احتل المركز الاخير في ذلك الموسم وبشان هيك انا مش وقت اضيع وقتي عشان طائر وما كنت اعرف قيمه الطائر بالنسبه للجماهير اعتقد لويس مورينو ان الموضوع انتهى بهذا الاعتذار لكن كل قنوات كولومبيا بالليل عم ترصد الخبر وعم تحكي عن القصه، شو اللي سوى جمعيات حقوق الطيور وجمعيات حمايه الطيور وكل هدول طلعوا صاروا ينتقدوا علنيا ومواقعهم تنشر والصحافه العالميه رصدت الخبر، بتلقى الخبر موجود الان في بي بي سي في اس في لاجازيتا، الجميع نشر عن ذلك الموقف، غير الانساني بالتعامل مع طائر مرمي على الارض جريح لا يمثل اي تهديد. مطالبات كبيره بسجن اللاعب، فالشرطه اضطرت تروح تسمع افاده اللاعب. لكن سمعت ومشت خرج رئيس رابطه الدوري الكولومبي وحكى تصريح حد الجماهير شوي جماهير اتلتيكو جونيور والجماهير المتعاطفه مع الطائر اللي مات قال هذا التصرف مشين ومؤلم وفظيع لازم نحاسب اللاعب اشد عقوبه فالناس قالت لك خلص راح فيها اشهر اللاعب وبدات تطلع تسريبات وحين حرم ثلاث شهور وحين حرم 12 مباراه ثم جاءت العقوبه 560 دولار غرامه وحرمان مباراتين هنا زاد التوتر زاد الضغط صارت توصل اللاعب اتصالات على تليفونه الشخصي بتهدده بالقتل وبتطالبه يرجع على بنما ويرحل من كولومبيا صفحات كثيرة على فيسبوك فتحت وتم وصفه بالقاتل اطردوا القاتل اخرجوا القاتل من كولومبيا اللاعب كان تحت الضغط والنادي صار تحت الضغط ديبورتيفو بيريرا كان مستعير للويس مورينو من الدوري البنامي فحكى اللاعب من وقتها واعلن اللاعب ما حنجدد اعارته لكن حيكمل الموسم معنا وللعلم لما تعاقب اللاعب بحرمان مباراتين وهذه من الاشياء اللي خلت كثير جمعيات دوليه تتفاجئ انه ما تعاقب لانه قتل الطائر او ضرب الطائر، لانه تم اعتبار ضربته للطائر استفزاز لجماهير اتلتيكو جونيور اصحاب الارض اللي الطائر بيمثلهم شيء، وتبين ايضا انه القانون الكولومبي ما في تشريعات بتحمي الحيوانات، ما في تشريعات بتعاقب الشخص اللي بئذي حيوان، وكانت هذه اللقطه لقطه مهمه عشان بعض السياسيين يبدأوا يروجوا فكرة لابد من وضع قوانين تحمي الحيوانات وتمنع البشر يلحقوا الأذى فيهم طبعا اللاعب كان في الدوري الكولومبي رجع الدوري البنمي باختصار معناها انه خرج من كل اضواء ممكن في كره القدم. ما في حدا حيحاول يجيب لاعب من الدوري البنمي مره ثانيه ولاعب مع حد القضيه اللي صارت قضيه دوليه ما عاد حدا مستعد يتعاقد معها وحتى منتخب بلاده يبدو انه شعر بحمل ثقيل، هذا اللاعب كان اساسي لسنوات طويله مع بلاده تقريبا عشر سنين. ولكن بعد اللقطه تم استدعائه لمباراتين واحدة منهم ودية وبعدها لم يتم استدعاءه أبدا ليلعب مع المنتخب حاولت أدور وأشوف السبب وجدت بعض التصريحات وبعض الكلمات من صحفيين بيقولوا السبب أنه بنما صارت تشعر بالحرج كل ما تطلع تلعب مباراة معها اللاعب القاتل وهذه اللقطة عملت أيضا ضغط على الفيفا في كثير مطالبات انه يا اخي حط قوانين واضحه، في حيوانات كثير بتدخل، مره بنشوف فار، مره كلب، ومره خروف، ومره ابصر، شو تدخل الملعب؟ حط قوانين، تفهم اللاعبين شو لازم يعملوا عشان تعاقبهم بس حتى بدون قوانين الفيفا في حكم ارجنتيني بعام 2013 نال شهره كبيره جدا لما في لاعب في الدوريات المتدنيه بالارجنتين اسمه خوزيه خيمينيز شاف كلب دخل الملعب مسكه من رقبته وزدته بالهواء برا الملعب فالحكم راح طرد اللاعب فورا نتيجة إذا الكلب القصة كانت في عام 2013 ولما تقرأوا عنها الآن بالصحف كلها الإنجليزية والإيطالية دائما حيقول الحكم اتذكر في تلك اللحظه لقطه لويس مورينو وعرف انه لازم يعاقب اللاعب لانه حتى هذا التصرف لو مش ضد لاعب خصم لكنه تصرف مؤذي لمشاعر اي شخص بشوفه. موقع بليتشر ريبورت العالم الشهير وضع لقطة لويس مورينو ضمن أسوأ 15 حادثة فيهم قلة احترام في عالم كرة القدم وموقع ردة المعروف للأسئلة والتعليقات لقيت فيه 3 أربع بوستات مختلفين بتكلموا على مين أجبن 11 لاعب في تاريخ كرة القدم تقريبا كلهم بالتعليقات الا تلقى دائما شخص بتقدم وقايل لك لويس مورينو اللي قتل طائر البوم، هذا تصرف جبان مش تصرف شجاع. هي بومه جريحه دخلت ارض الملعب، لاعب متوتر بالنتيجه وربما عنده فعلا شعور بانه البوم رمز النحس فضربها فتبين له انه النحس مش الطير، النحس انت وتصرفاتك لما تكون غضبان هي اكبر نحس ممكن يجي في حياه الانسان انت لما تتصرف بدون عقل وتاذي وتلحق الاذى وتفكر حالك عم بترجح حقك انت فعليا النحس تبع نفسك وهذا اللاعب انا ما زلت ما بعرف شو كان ممكن يصير في مسيرته لو كمل في الدوري الكولومبي ممكن ينشهر ممكن يشتري نادي ارجنتيني وممكن نشوفه بدوريات عاديه اوروبيه عادي لكن اكيد بعرف انه معنى عودته للدوري البنمي انه سكر على مسيرته الباب وظل هناك لنهايتها لاعب صعب تلقى له اي خبر بعد 2013 و2014 بجوجل قعدت ايام ادور القى اي شيء عنه لكن واضح انه تم مقاطعته بشريا بعد هذا التصرف لانه الجميع ما بده ينحسب عليه انه هو بروج لهذا اللاعب طبعا نوصل هنا حلقة قصة كل جمعة كالعادة بذكركم تتركوا لايك تشتركوا بالقناة وتحكوا لي بالتعليقات شوفوا قصص بتحبوا تسمعوها